بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نخش على الفورما المين ونخش على الايديت. هنلاقي في الايديت ايه؟ كوبي وكات وبيست والكلام ده كله. تعال نخش عليهم هم كلهم كده. نعلم على الكات ونتاكد كنترول، نعلم على الكوبي ونتاكد كنترول، نعلم على البيست ونخش جوه الايه؟ الايفنت، الحدث اللي اسمه كليك ليهم هم الثلاثة. هنكتب هنا ايديت نتاكد. اذا الثلاثة دولت هينفذوا نفس الحدث اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي الماوس واقف فيه. يعني احنا لو اتاكدنا كليك على كوبي او قط او بيست، الثلاثة هيخشوا فين؟ هيخشوا في الحتة دي. تمام. فاحنا نبدا نفرق ما بينهم ازاي؟ خدنا الكلام ده طبعا، نقول اف ان السندر. السندر اللي هو ايه؟ اللي سبب الحدث. اف ان السندر يساوي يساوي. ونيجي هنا نشوف، نخش على المين، نعدي مع القط. انا مع القط واحده بس. نخش على الجروبكس نشوف اسمها ايه. هنلاقي اسمها قط تول ستيب منيو ايتم. هنبدأ نفتح الكود. هنبدأ نفتح الكود كده ونكتب هنا قط منيو ستيب او تول ستيب منيو ايتم. ونقول لو كان السندر بيساوي الكلام ده يبقى هو هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل قط. طب هيعمل قط ازاي؟ طبعا كلام سهل. هو تيجي هنا علشان تحدد الفورم اللي تشايد اللي انت واقف عليها في نفس اللي احنا قلناه فورم تشايد، هتسميها تشايد وتقول بتساوي يا زز. زز معناه ايه؟ الفورم اللي انا واقف عليه. دوت اكتف اكتب ام دي اي تشايلد. خلي بالكم في حاجتين هنا، حاجه اسمها اكتيفيت ام دي اي تشايلد ودي فانكشن، واكتب ام دي اي تشايلد ودي اللي احنا عايزينها. هتحولها لايه؟ هتحولها ل فورم من نوع تشايلد. وتيجي هنا تقول تشايلد دوت تكست كنترول. تكست كنترول هي مين؟ بيتش تكست بوكس، بس بعد ما حولناها ل بابليك. هتيجي هنا تقول دوت قط، ادي قط اهي معامل كده، ده اللي جاهز. نفس الشيء بالنسبة لمين؟ يعني احنا لو خدنا الكلام ده كله كده، خدناه كوبي وبدأنا نحطه هنا، هو وكتبنا من البداية كلمة قط، حطينا كلمة كوبي اهي، وجينا هنا مكان التكست بوكس مكان كلمة كات برضه هنكتب كوبي. ونفس الشيء بالنسبة لإيه؟ للبيست. إذا الموضوع أسهل ما يكون، لكن انا اللي يهمني من المواضيع دي كلها ازاي تبدا تفتح فورم جوه فورم، ازاي تبدا تستخدم المنيو، ازاي تبدا تستخدم التكست بوكس والديش تكست بوكس والكنترول، ازاي تبدا تنادي على فورم من خلال فورم تانية، وازاي تبدا تستدعي الكنترول داخل فورم من خلال فورم تانية. تعالى كده نشوف، ادي فايل نقول نيو، نكتب هنا مثلا هلو هلو اوربت
وهنيجي هنا مثلا نعلم على كلمة فولد نتفك قط هنلاقيها اتشالت. لو جينا حطيناها هنا وقلنا بيست هنلاقيها اتحطت هنا. نفس الشيء لو قلنا جينا هنا وقلنا ايه، قلنا كوبي، نعلمنا على اي حاجة مثلا كده خدنا منها كوبي، جينا هنا قلنا ايديت وبيست هتلاقيها زي ما هي. اذا هو ده التعامل مع الكوبي والكات والبيست. وتعالى بقى ناخد المحاضرة الجاية ازاي نبدأ نستخدم الكونتكست.